أهلا بكم معنا في الفيديو ده من المحاضرة الخاصة بالتعريف بالLecturing as an Instructional Method. في المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا على ازاي تعد المحاضرة بتاعتك وازاي تستعد ليها انت شخصيا قبل ما تخش، وبعدين اتكلمنا على ازاي تبتدي المحاضرة، وكلمنا عن Tappers and Listeners، اللعبة بتاعت التنقير، وبعدين قلنا ان من الحاجات المهمه ان انت تنصت للناس اللي انت بتشرح لهم، محتاج ان انت تسمع لهم كويس برضو. وبعدين برضو اتكلمنا قبليها يمكن على ازاي تتواصل معاهم وازاي تبتدي المحاضره بتاعتك، وبعدين اتكلمنا على ازاي توضح لهم الكلام اللي انت عايز تقوله. دلوقتي هنتكلم على ازاي تفضل على اتصال بيهم. ان المحاضرة بيبقى ليها وقت، الوقت ده ممكن يكون نص ساعة، ممكن يكون ساعة، ممكن يكون ساعة ونص، ممكن يكون اكتر، ممكن يكون اقل. المهم ان الطبيعي والعادي اللي لازم تتوقعه دايما هو ان الناس مش هتفضل كونكتد بيك طول الوقت، هيتلخم في حاجة، هيفكر في حاجة، تيجي في باله حاجة. حتى لو ما جاش في باله حاجة، من الطبيعي جدا ان اي بني ادم بعد فترة من الوقت منتبه بيفقد الانتباه ده. فانت دورك كإنستراكتور وكترينر ان انت تحافظ على انتباههم وتجدده كل شوية. من الحاجات اللي بتساعد على تجديد الانتباه بتاع المتدربين استخدام النكت. يعني صدق او لا تصدق، النكتة بتفرق كتير قوي. والنكتة يعني انت اجين انت مش ضروري ابدا تكون متخيل نفسك هتشتغل ستاند اب كوميديان، مش شغلتك الكوميديا، بس يعني مفيش واحد فينا يفتقد تماما لروح الدعابه يعني. فممكن قوي يبقى في مجموعه من الحاجات المضحكه اللي ليها علاقه بالموضوع، تبقى تستخدمها تطلعها في الوقت المناسب. ممكن حتى قصص ملهاش علاقه بالموضوع، نخرج خالص من النكته، احنا بنخرج خالص من السكه بتاعتنا، بس الخروج ده الهدف منه هو ان تجديد انتباه الناس للكلام اللي انت بتقوله. فالنكته من ضمن الحاجات السهله والسريعه اللي بتجدد انتباه الناس. والحقيقه يمكن دايما انا احب اقول ان احلى من النكته النكته البايخه. ودي مش نكته بايخه قوي ولا حاجه اللي انا بقولها دلوقتي. اساسا النكته البايخه اولا فيها جانبين، نكته وبيخ. كونها نكته يبقى ممكن الناس تضحك، ممكن ده في حد ذاته يلفت انتباه الناس وممكن ينتبهوا معاك وبالتالي هيفوقوا ويعيدوا التركيز. لو بايخه هتوجع، يبقى الناس سمعت النكته وما كانتش حلوه قوي، بس هيبتدي يا يبتسم مجامله، يا يبتدي يسال اللي جنبه هو يقصد ايه، يا يوم يا ساتر يا رب دي نكته دي تتقال. المهم في الاخر ان انت كسرت حاجز ان هم فصلوا منك، رجعتهم تاني، انتبهوا، رجعوا لان انت بتتكلم معاهم ولان المفروض ان هم يجدد انتباههم معاك. طبعا من الحاجات اللطيفه ان احلى من النكته البايخه ايه؟ هدي بقى نكته بايخه. خلاص؟ better than a bad joke two bad jokes. تاني ده الغرض منه ان انت بتجدد انتباه الناس للكلام اللي انت بتقوله، وده مطلوب لان الناس هيفقدوا انتباههم بيك، مش لان انت بايخ ولا ان انت ما بتعرفش تتكلم ولا ان انت ولا لا، ده الطبيعي. الطبيعي ان الناس بتفقد الانتباه بعد فترة من الوقت. الفترة دي بتتراوح ما بين 10 و25 دقيقة واقرب لل 15. فانت بتتكلم على ان انت المفروض كل 10 ل 15 دقيقة تحاول تجدد انتباه الناس. فتجديد الانتباه مش ضروري بس يكون بالنكت، لكن النكت وسيلة من الوسائل اللي عادة ما بتبقى ناجحة جدا.
برضو من وسائل جذب انتباه الناس وإعادة جذب انتباههم ان انت تتفاعل معاهم عن طريق ان انت تقول نكتة، عن طريق ان انت تسأل سؤال، عن طريق ان انت تغير وضع جسمك. انت مجرد حركتك قدام الناس زي ما قلت لما اتكلمت قبل كده، قلت ما تقعدش وانت بتدي محاضرة، او حاول ما تبقاش قاعد وانت بتدي محاضرة. ان انت بتتحرك ده بيعيد جذب انتباه الناس، في نوع من انواع الانتراكشن. ان انت بتغير السلايدز اللي في الخلفيه ده بيجدد انتباه الناس. لكن ان انت بقى تتفاعل معهم كمان ده اعلى، ان انت تلاحظ ان في حد سرح، طب انت في ايه مش واضح، طب انت انا حاسس كده ان الحته دي ما عجبتكش ليه. ده مهم. تسأل أسئلة لو أمكن، إيه رأيكم في كذا، نعمل إيه في دي، طب لو كان الوضع كذا وكذا وكذا يبقى نعمل and so on. الانتراكشن بيخلي الناس تفوق ويجدد انتباههم معك. برضو الحركة دي كلمنا عنها، إن أنت دايما خليك بتتحرك، بس تتحرك بشكل طبيعي، ما تتحركش بشكل مش طبيعي. في ناس بتبتدي تتحرك، بتحس بتتحرك بشكل عصبي كده، ده عادة بيبقى في الأول ماشي، بس بعد كده انت خلي حركتك طبيعية شوية. برضو من الحاجات المهمة ان انت تمنتين الاي كونتاكت، تحافظ على التواصل البصري معاهم. دايما انت باصص للاودينس بتوعك، عشان كده بنقول ما تقراش من السلايدز، دايما عينك معاهم قدر الامكان. مش بس كده، هم لو واحد او اتنين سهل ان انت تقعد ايه تبص لهم، لو العدد كبير انت عينك مش هتيجي في عين كل الناس، فانت بتحرك عينك بشكل عام. ما تخليش في جزء من قاعه التدريس غايب عنك، ما بتروحلوش بعينك، ما بتتحركش في اتجاهه، دايما حافظ على ان كل واحد بيحس ان انت ولو لحظيا عينك بتيجي في عينه. بس خلي بالك ان موضوع عينك تيجي في عينه ده ممكن ما يبقاش لطيف لو ان انت فضلت مبحلق. اوكي، ما تفضلش، ما تثبتش نظرك على حد، اولا ده هيحسسه بالاحراج، ثانيا الباقيين هيفصلوا منك كما لو كنت تعب بتتكلم مع واحد. لا، دي نقطة برضو من نقط الضعف اللي بنقع فيها كتير، وخصوصا لما نبقى مش متمرسين. دايما حافظ على عينك بتتحرك، عينك بتتحرك في وسط الناس كلها، مش في حتة واحدة، جوانب المختلفة، واللي قريب منك واللي بعيد عنك عينك بتروح له. لكن ما تثبتش عينك في حتة، علشان الجانبين اللي انت بتثبت عينك عليها تحسسه بالإحراج، ثانيا اللي انت مش بتبص له هيحس ان انت مش مهتم بيه. بعد كده نيجي لاهميه ان انت تبقى مسموع. اغلب قاعات الدرس بتبقى معقول جدا انك تتكلم فيها بصوتك من غير مايكروفون، بس مش كلنا صوتنا زي بعض. يمكن انا واحد من الناس ربنا رزقني ان انا صوتي نسبيا عالي، لما بتكلم في مدرج او بتكلم في اوضه او فصل ببقى الى حد كبير مسموع. لكن حتى مع صوتي ده، لا، لو المكان كبير لازم استخدم مايكروفون، لازم استخدم وسيله من وسائل رفع الصوت عشان لازم الناس تسمعني. اللي مش هيسمعك هيفقد انتباهه، مش هيبقى قاعد، يبقى انت بتضيع وقتك معاه وهو بيضيع وقته عندك. اوكي، في نفس الوقت لو انت بقى من الناس اللي صوتها اساسا طبقه الصوت بتاعتك واطيه، صوتك مش عالي، مش مشكله، دايما اتاكد ان في مايكروفون علشان دايما تبقى مسموع، بحيث ان انت برضو ما تفقدش الانتباه. من غير ما الناس تسمعك مفيش اي طريقه احسن من ان هم يسمعوك علشان يفضلوا منتبهين. مع الصوت برضو في حاجة مهمة جدا، ان انت تبقى بتغير التون بتاعك، ان انت تبتدي ترفع وتنزل، ما تثبتش درجة صوتك وانت بتتكلم في محاضرة، علشان ده هيخلي الناس تزهق وتفصل منك وتنام. اعتقد ان كده، لا، في مننا ناس طبيعي عنده بنسميه مونوتونيك،
اوكي، انت ممكن تكون بطبعك لما بتتكلم ما بتنفعلش قوي مع الصوت. اولا انت وانت بتتكلم في اي محاضرة لازم تتكلم من قلبك، لازم تتكلم بانفعال، لازم تتكلم من روحك من جوه. انفعال مش معناه انك بتتخانق يعني، بس انت حاسس بالكلام انت بتقوله، حاسس ان الكلام بتقوله كلام مهم، وان انت عايز توصله للناس، تقوم يطلع من جوه قلبك. ده اول حاجة. تاني حاجة، لو انت من الناس اللي هي مونوتونيك صعب جدا ان انت تنتبه للحكايه دي من نفسك، فمن هنا هيساعدك ان انت تاخد فيدباك من الناس، سواء الناس المتدربين او الطلبه اللي معاك، او ان حد من اصدقائك او معارفك او زملائك يحضر معاك المحاضره ويديك شويه ملاحظات. ممكن تكون واحده من الملاحظات دي موضوع ان انت مونوتونيك. لا، خلي بالك من الحته دي، لازم تحافظ على ان انت صوتك بيلعب مع الانفعال وبيلعب مع أهمية المعلومة. أنت ساعات ممكن تكون موطي صوتك خالص وأنت بتتكلم، ده يلفت نظر الناس. توطي صوتك وأنت بتتكلم، عايز تخليهم يبصوا هو بيقول إيه؟ إيه؟ في إيه؟ يبتدي يفوق تاني. فاللعب بالتون عامل زي الحركة، عامل زي اللمبة اللي بتنور وتطفي، بتشد دايماً انتباهك. خلي بالك من الحاجات دي في أثناء تقديمك المحاضرة، ده كله مهم وأنت إيه؟ بتتكلم مع الناس علشان تحافظ وتجدد انتباههم ليك. يبقى احنا في المحاضرة دي اتكلمنا على ازاي تحافظ على وتجدد انتباه الناس معاك. المحاضرة الجاية ان شاء الله هنبص بقى اخر جزء من او الفيديو الجاي ان شاء الله هو اخر فيديو في المحاضرة دي، هنبص على بعض الجوانب الثقافية اللي بتأثر على التواصل بين الناس وبين بعضها، لازم ناخد بالنا منها. بس برضو نرجع ونقول احنا ملخص الكلام اللي قلناه المرة دي، ان انت تاخد بالك من التواصل مع الناس، تجدده كل شوية لان هم هيفصلوا منك كده او كده. ممكن تستخدم نكت او قصص خارج الموضوع مش جزء من المحاضرة. اتحرك، انتر اكت معاهم، ما تنساش تلعب بالصوت وتخلي صوتك دايما واضح. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي اللي هنتكلم فيه عن بعض الجوانب الثقافية المهمة علشان تعرف توصل الموضوع كويس.